البنك المركزي وفرنا 2 مليار دولار للمستوردين خلال الثلاث أيام الماضية. خلي بالكم بيان البنك المركزي النهاردة مهم قوي قوي. البنك المركزي في البيان أيضا 925 مليون دولار استثمارات أجنبية، خلي بالك، في السوق المصرية منذ الأربعاء الماضي. البنك المركزي أيضا في شهرين سداد 2.5 مليار دولار مدفوعات مديونية خارجية. يبقى هنا بنتكلم على سداد كمان 2.5 مليار دولار، منهم 1.5 مليار دولار في شهر نوفمبر ومليار دولار في شهر ديسمبر. ايه الديون اللي عليك بتدفعها؟ تأخرنا؟ لا. هنتأخر؟ لا. في وقت من الأوقات هيجي يقول لك لا، أنا بقول لك على الهوا لا. كل اللي عليك هتسدده في توقيتاته المحددة بإذن الله تعالى. 1.3 مليار دولار صادرات مصر من الحديد خلال 11 شهراً. اللي جاي اللي بعده بقى، صادرات مصر من مواد البناء تقفز إلى 6.3 مليار دولار خلال 11 شهر. بنتكلم على تصدير، يعني مهم نقدر دلوقتي نتكلم على صادرات تصدير. هو ده هو ده الدولار هيجي لك من ده، اشتغل اعمل ايه اهو قدامنا اهو. مواد بناء بنتكلم 6.3 مليار دولار خلال 11 شهر اللي فاتوا. بنك الاهلي ومصر يجمعان هو 304 مليارات جنيه من شهادة 25%. هو الرقم ممكن يكون، لان الرقم ده كان النهارده الظهر كده 300. انت بتتكلم على 304 مليار او مليارات جنيه في خلال 12 يوم. بنك الاهلي وبنك مصر جمعوا الرقم ده، وزي ما النهارده الاخبار انه بالكتير نهايه هذا الشهر هيتم وقف العمل خلاص بطرح هذه الشهاده. طبقا للبنك الاهلي وبنك مصر النهارده، كان حتى الاستاذ محمد الاتربي عامل تصريحات او بيان كده بيقول بالكتير نهايه هذا الشهر، وايضا استاذ هشام عكاشي ايضا البنك الاهلي كان بيقول نفس الحكايه. وهناك طبعا هتلاقي يوم كده طلع خلاص اوقفنا العمل بالشهاده ال 25% او حتى ال 22.5%. خلاص المستهدف اللي هم عايزينه من شهادتين تحقق، وتحقق بالمناسبه بنسبه تزيد عن 60 او 65% من المستهدف. انت بتتكلم على رقم كبير، كام؟ 300 مليار جنيه في 12 يوم. عايز اقول لكم الشهاده اللي طرحت في عام 2016 اللي كانت 20% قعدت شهرين ونص جمعت حوالي 700 مليار. شهرين ونص اكتر من 700 مليار. النهارده بنتكلم في 12 يوم جمعت هذا الرقم، يبقى انت عملت جمعت رقم كبير. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده مع ديسكالزي رئيس شركه اني زي ما حضراتكم شايفين، والمهندس طارق الملا وزير البترول. ده طبعا لانه اني اعلنت، واتكلمنا على الكلام ده امبارح، كان معانا استاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول عن الاكتشاف الجديد، ودايما الخير جاي يا رب، دايما الخير جاي باذن الله. الرئيس يوجه بتوسيع جهود استكشاف وانتاج الغاز بالتعاون مع اني الايطاليه، واحده من الشركات اللي وشها خير على بلدنا اني. مصر تموين النهارده بتتكلم، ووزير التموين النهارده كان عنده افتتاحات وقال التصريح ده، الخبز بسعر التكلفه لغير المشمولين في منظومه الدعم، وهيكون لي كلام على الخبر ده بعد شويه. ونحن كمان النهارده عاملين حلقه هقول لحضراتكم بنتكلم في ايه بعد شويه. رئيس وزراء بولندا، خلي بالكم التطورات اللي في اوكرانيا وروسيا اللي جاي ده، هزيمه اوكرانيا ستكون مقدمة الحرب العالمية الثالثة. عشان كده أوكرانيا إيه؟ بتاخد دعم مالي هائل، عسكري هائل، منظومات النهاردة مدرعات ودبابات وأنظمة هجومية مش دفاعية. الآن يتحول حلف الناتو والغرب إلى دعم أوكرانيا، وحتى تدريب قوات أوكرانية. البنتاغون أعلن على تدريب 500 واحد أوكراني، وفي تدريب ناس تانيين على العمل مش للدفاع، للهجوم. يبقى اللي جاي رايح مرحلة تانية في الـ 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 الحرب الدائرة في بين روسيا وأوكرانيا والغرب كمان. روسيا تهدد ده طبعا بيسكوف، ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين النهاردة كان عامل تصريحات وقال روسيا تهدد بحرق، قال لا، قال احنا هنحرق
الدبابات الغربية اللي بيدوها لأوكرانيا زي ما بنحرقها دلوقتي، وكل اللي هيجي هنحرقه. وقال أي إجراءات هيدوها كده، قال كده تصريحاته كانت النهاردة. هو بيسكوف طبعا تصريحاته من بوتين ما بيطلعش من دماغه، متحدث كريملين يعني، ده يقعد مع بوتين الأول ويقول له الحكاية إيه. البيان النهاردة ده بيتكلم باسم الكريملين، فده لازم يبقى بالتنسيق مع الرئاسة، مش متحدث يطلع مع، لا ننسق مع الرئيس هنعمل ايه البيان النهاردة، التصريحات نبقى شكلها ايه، نصعد ولا نلم ولا ايه. فده ده ايضا روسيا، ده خطاب بوتين على لسان المتحدث باسم الكريملين، وقال لك لن يتم تغيير اي حاجة على الارض مهما الغرب، هو قال كده، مهما الغرب دعم اوكرانيا مش هيغيروا الوضع على الارض. وزير دفاع الألمانية تستقيل رسميا، كان الأسبوع اللي فات أعلنوا إنها تستقيل، النهاردة قدمت الاستقالة رسميا إلى المستشار شولتز، وكان يبدو طبعا جاي على خلفية حاجتين. الحاجة الأولى إنه كان بتتكلم على الحرب الروسية الأوكرانية في احتفالات رأس السنة، ليلة رأس السنة، وعاملة احتفال، وقالوا هي بتتكلم كان وراها أصوات صاخبة واحتفالات وغيره، وبالتالي تعرضت لهجوم شديد جدا من الإعلام ومن الناس. الأمر الثاني إن هي ما خدتش إجراءات، خطوات عملية لتحقيق ما أراده المستشار شولتز بدعم الجيش الأوكراني بأكثر من 100 مليار يورو لتسليح الجيش، الجيش الألماني، تسليح الجيش الألماني بأكثر من 100 مليار يورو، إن ما خدتش إجراءات لبدء عملية تسليح الجيش الألماني. الجزء الثالث اللي كانوا بيتكلموا عليه أيضا في الإعلام الألماني وبكثافة، إنه لما اتكلموا على دعم أوكرانيا فهي بعتت لأوكرانيا خوز، معرفش كام، 1000 خوزة ولا 500 خوزة، يعني قالوا بدل ما كانت تبعت تسليح وتبعت قاذفات وتبعت مدرعات وغيره، لا بعتت خوز، وبالتالي تعرضت لعاصفة من الهجوم. في فترة قياسية إصدار السندات الأوروبية تجاوز 150 مليار دولار. ده اعتراف مهم يبدو هذا العام، هو عام الاعترافات في بريطانيا ما بين الأمير هاري وضابط شرطة في شرطة لندن، أيضا بيعترف في اعترافات بتقول أدي بريطانيا بلد اللي بيتكلموا على الحقوق والحريات، ده عندهم فضيحة كبيرة بعد شوية هكلمكم عنها، فضيحة والله عندهم فضيحة. ضابط بشرطة لندن يقر بارتكاب 24 جريمة اغتصاب واعتداء جنسي، ضابط شرطة في شرطة لندن، وقعد قال لك سنوات طويلة في، وقال لك واتكلم بتفاصيل واعترافات ايه وش، يعني ده بقول لكم شرطة، ضابط في شرطة لندن بيعمل ايه؟ ما هو الحساب والعقاب ولا وفين ريشه سناك بيدور عليه ولا لا؟ تعاملوا معاه ازاي؟ عملوا معاه ازاي؟ ايه؟ مش عارفين. انطلاق ديفوس 23 النهارده، بدأ النهارده وسط ازمه مزدوجه ضربت الاقتصاد العالمي، هو الحضور الاكبر هيكون من القاره الافريقيه القارتين الافريقيه والاسيويه، والتراجع هيكون من اوروبا وامريكا، امريكا مش هيكون عندها تمثيل كبير، يعني الرئيس الامريكي جو بايدن مش هيروح، بعت ممثل خاص ليه، اوروبا كلها مش هتبقى مشاركه بشكل كبير، ولكن المشاركه الاكبر من قاره افريقيا والدول العربيه والقاره الاسيويه هم الاكثر حضورا في مؤتمر ديفوس. ده تقرير مهم جدا عن منظمه العمل الدولية، عاملة تقرير عن اللي حاصل في العالم بالنسبة للعاطلين، كام؟ 208 ملايين عاطل في عام 23، و 214 مليون يعيشون على كام؟ على أقل من دولارين يوميا، على أقل من دولارين يوميا. تعطل ملاحة في مضيق البوسفور بسبب سفينة تحمل 13 ألف طن من البازلاء. النهاردة كان الكلام ده الصبح، والسفينة اللي كانت جاية من أوكرانيا وطبعا قعدت حوالي 3-4-5 ساعات يمكن، وبدأ بعد كده عملية سحب السفينة بعد طبعا تعطل وإغلاق
المضيق، وبالتالي أثرت على حركة على الحركة في البوسفور، ولكن تم بعد ذلك سحب السفينة وعادت الحركة مرة أخرى. ارتفاع أسعار المواد الغذائية في النمسا بنسبة 16%. النمسا الدينار العراقي يفقد 10% من قيمته منذ نوفمبر الماضي، وقلق من ارتفاع أسعار السلع المستوردة. هنا العراق، العراق عندهم 100 مليار دولار احتياطي نقدي في البنك المركزي العراقي. نتكلم النهاردة الدينار العراقي بيفقد 10% من شهرين. التضخم في قطر يسجل أعلى مستوى في 22 في ديسمبر اللي فات، يقترب من 6%، يقترب من 6%. بأرقام غير مألوفة، التضخم يرهق اقتصاد لبنان. تراجع طفيف للتضخم السنوي في السودان إلى 87.32%. هو كان 88 وحوالي ونص تقريبا، ولكن تراجع بنسبة طفيفة جدا التضخم ده اللي موجود في السودان. روسيا، خبر ده يمكن بتكلم عنه، نائب وزير خارجية الروسي بيقول ان احنا دلوقتي نشتغل على اتفاقيات لإلغاء التأشيرة مع السعودية والبحرين والكويت وعمان. ده معناه ايه؟ مش هيبقى فيه تأشيرة بينهم. ده معناه ايه؟ ده معناه تطور مهم، ده معناه سياحة، ده معناه دخول خروج بدون، وبالتالي بيعمل حركة سياحية كبيرة جدا في لدى الدول العربية الشقيقة، بالمناسبة في دول إفريقية كمان ودول أخرى، بعض الجزر في أيضا بياخدوا إجراءات إنهم يلغوا التأشيرات معهم. فهنا علينا الانتباه، علينا الانتباه. سيد أحمد عيسى وزير السياحة، سيد أحمد عيسى وزير السياحة، علينا الانتباه للخبر ده. لازم نقرأ هذا الخبر قراءة جيدة للغاية، وأنا بعرضه لحضراتكم، بستعرضه، نقرأ الخبر ده بطريقة يعني مختلفة. 63% تخفيض قيمة التأمين الشامل للمعتمرين من الخارج، ده بيرخص العمرة، يعني اللي عايز عمرة خلال هذه المرحلة آدي في قيمة التأمين كان بيتاخد اتخفضت بشكل كبير 63% من القيمة، وبالتالي ده بيخفض على من يعني يذهب لأداء العمرة. العراق النهاردة في كان عندهم قبل النهائي خليجي 25 يهزم قطر 2-1 ويتأهل إلى نهائي خليجي. في ماتش دلوقتي شغال كمان أعتقد البحرين وعمان، من هيلتقي العراق في النهائي. مفاجأة، نادي ليفربول معروض للبيع. لاعب، ده خبر غريب جدا جدا، خبر بقول لحضراتكم من الأخبار يعني تقدر تقول عليها الأخبار الغريبة اللي ممكن نشوفها. لاعب كرة قدم يحصل على 5 أطباق بيض كجائزة لأفضل لاعب في المباراة. خبر ده زي ما انتوا بتشوفوه كده هو مش لا خبر، لانه معظم المواقع منهم فيتو الخبر ده. لاعب في فريق في زامبيا، في زامبيا باور دينامز زامبي، واللاعب اللي قدام حضراتكم ده سجل هدف المباراة، فخد على الهدف اللي سجله طبقين بيض واختاروه احسن لاعب في الماتش. فنتيجة لانه افضل لاعب في الماتش كمان كرجل المباراة خد 3 أطباق بيض، فخد الجملة في الآخر دي أغرب جايزة بالمناسبة، أغرب جايزة. ويبدو أنه يكون جايز يكون عندهم مشكلة على فكرة، بالمناسبة البيض بالنسبة له هيستفيد منه، كانوا بيديهم جايزة هيعمل بيها إيه الجايزة في ظل الأسعار والغذاء والغلاء والبيض اللي زاد في الدنيا كلها من أول في كل العالم، أسعار البيض زادت، ويمكن بالنسبة له الـ5 أطباق بيض دول بالنسبة لي يكونوا أفضل من الجائزة اللي كان ممكن ياخدها. ولكن هي جائزة غريبة جدا، عمرنا ما شفنا كده، يعني دي أو أغرب جائزة يعني لو أنا بقول كده في تاريخ كرة القدم، إنه حد ياخد جائزة كده 5 أطباق بيض لأفضل لاعب
وفي مباراة في زامبيا. الجريدة الرسمية تنشر إدراج جماعة الإخوان الإرهابية وزوبع ومطر وناصر على قوائم الإرهاب، مجموعة من الإرهابيين طبعا أكيد. ترند النهاردة، طبعا البنك المركزي، لأنه البنك المركزي هو النهاردة بيحتل الصدارة الأكثر تداولا. هذا الترند، البنك المركزي بعد بيان البنك المركزي النهاردة اللي اتكلم فيه على ما يحدث في سوق الصرف من يوم الأربعاء لحد النهاردة، وهنتكلم عنه بعد قليل بتفاصيل كثيرة جداً.